عن السياح والاحداث اللي بتحصل صراحه. كل المانيا رعاية المانيا لشرم الشيخ وايطاليا وروسيا، كل الدول بتحظر الرعاية من النزول لمصر. طب وانت وزعت هدايا ولا لا؟ لسه ما وزعناش حاجه. لسه ما وزعتش هدايا؟ لا. بتاخد هدايا؟ ولا باخد هدايا لسه. طب لما كنت بتاخد هديه زمان كنت بتعمل بيها ايه؟ كنت بصرفها واجيب حبايه حاجات زي العيال الصغار زمان. الهديه اللي كنت بتاخدها زمان كنت بتعرف تصرفها صح؟ اه. طب العيدية اللي انت بتوزعها شايفة انك ممكن تشتري بيها كمية الحاجات اللي كنت بتشتريها زمان؟ لا طبعا. ليه بقى؟ ما الفرق الحاجة غليت وفرق قوي ما بين الفترة اللي فاتت والفترة الحالية. مفيش اساسا الداخل اللي هو زي الاول. طيب وانت شايف ان ايه الحل؟ حل ان البلد ينسلق حالها والامن يرجع عشان السياحة ترجع. الامن والاستقرار، السياحه ترجع. ما فيش امن ما فيش استقرار ما فيش سياحه. وتتمنى ايه لمصر؟ اتمنى الخير طبعا. وتتمنى ايه لنفسك؟ اتمنى الخير برضو. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. بخصوص ان النهارده اول يوم العيد، انت فاتح النهارده؟ فاتح النهارده. احنا العاده اللي عندنا ان احنا ما بنقفلش طول ايام العيد، ان احنا هنا منطقه سياحيه مرتبطه بالسياحه. يعني انت شايف ان في اقبال للسياحه؟ لا والله، هو الاقبال ضعيف جدا، بس دي عاده احنا اتعودنا عليها فمش عايزين نبطلها. طب ايه الفرق بين العيد اللي انت حاسه مثلا من بدايه النهار يعني بين السنه اللي فاتت والسنه دي؟ والله الفرق كبير قوي. السنه اللي فاتت كان تقريبا في حركه سياحه، في كان رواج. النهارده الحمد لله يعني فاتحين من الساعه يمكن 8 الصبح الحمد لله لغايه دلوقتي. يعني طب هو انت مش شايف ان في حاجه اتغيرت في البلد مثلا من العيد اللي فات لغايه العيد ده؟ من اي ناحيه، من اي اتجاه؟ يعني بما انك انت راجل في السوق ويعني في منطقه سياحيه، فمفيش، مش حاسس ان في مثلا سياح بقت تيجي او قلتها او ان في البيع بقى يزيد؟ احنا متعودين فتره رمضان كويس تبقى السياحه قليله جدا. السياحه العربيه هي اللي بتنشط. العيد تبتدي الافواج الاجنبيه هي اللي بتنزل، اتراك، اسبان، طلاينه، فرنساويين. النهارده الحمد لله يعني مفيش اي حاجه نزلت. طب وهتعمل ايه النهارده في اول يوم العيد بقى طالما مفيش حاجه نزلت؟ والله الحمد لله كده احنا ناخد الشيفت بتاعنا لغايه الساعه 5 كويس، اسلمه لزملاتي وبعد كده نطلع نعيد على الاهل بقى والاصدقاء. وبتوزع هدايا بقى ولا بتاخد؟ لا طبعا لازم، يعني ده شيء اساسي. ايه بقى، بتوزع ولا بتاخد؟ ما هو احنا خلاص عدينا فتره ان احنا بناخد، دلوقتي احنا فتره ان احنا بندي الهدايا. طب وايه رايك الفرق بين عيديه السنه دي وعيديه السنه، عيديه دلوقتي وعيديه زمان؟ لا ما اختلفتش كتير، بس هي القيمه بس اللي هي اللي اختلفت. يعني الاول كانت الربع جنيه والنص جنيه الجديد اللي لسه بيبقى خارج من البنك، النهارده بقى الخمسه والعشره والعشرين، كله حسب بقى المقدار بتاعه. وتتمنى ايه لمصر طيب؟ انا اتمنى كل خير، دي بلدي لازم اتمنى لها كل خير. اتمنى لها ان هي تكون افضل بلد في، ان هي فعلا افضل بلد في العالم. اتمنى لها تكون ليها رياده في الوسط العربي. اتمنى لها ان شعبها يحافظ عليها، ان فعلا نعيش نعيش الحريه، ان احنا نقدر بعد كده نختار رئيس جمهوريه تاني. اربع سنين يعدوا ما يبقاش فيهم نوع من انواع الذل اللي احنا عشناه الايام اللي فاتت. وتتمنى ايه لنفسك؟ احج. امين يا رب. اللهم امين. كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا باشا. هتعمل انت فاتح النهارده في اول يوم العيد؟ فاتحين. قلنا يوم سهل يعني ننزل. طب ايه الفرق بين العيد السنه دي وعيد السنه اللي فاتت؟ العيد السنه اللي فاتت كان فيه يعني شغل شويه عن دلوقتي. انا مستغرب، انا في ناس كتير قبل كده قالوا لي ان السنه دي كان الاقبال اكتر من السنه اللي فاتت بالنسبه للسياحه. يعني بالنسبه للسياحه، بالنسبه للبيع، بالنسبه لحركه الشراء كده يعني. والله هو ما فيش يعني دلوقتي، يعني كان في رمضان في شغل شويه بس، يعني المفروض اليوم دوت اول يوم بيبقى فيه تراكوة يعني وناس زي كده كتير. ما فيش حاجه نزلت زي ما انت شايف كده. طب وانت بتاخد عيديه ولا بتوزع؟ احنا انا بوزع. بتوزع كده؟
لا يعني بنوزع على اولاد اخواتنا وكده، اولادنا الصغيرين. يعني لسه بتاخد؟ يعني انا باخد. لا انا بدي بقى دلوقتي خلاص فترات خلاص بوزع الاول يعني. طب ولما زمان كنت بتاخد عيديه كنت بتعمل بيها ايه؟ كنا بنروح نتفسح ونروح الجنينه وننزل نشتري اي حاجه، بس مش بننزل خلال الخليل يعني. طب والعيد السنه دي، والعيد لما بتوزع انت على اولاد اختك او اولاد اخوك، انت شايف ان العيديه اللي انت بتديها لهم دي هتكفيهم برضو عشان يتفسحوا زي ما كنت بتفسح زمان؟ هو مش مبلغ كبير يعني، هو حاجات بسيطه كده اللي هو يعني بتفرح العيال يعني، مش يعني مش مبلغ يعني اللي هو يعني كل يعني فاهم كده يعني. وتتمنى ايه لمصر؟ اتمنى كل خير والله، والسياحه ترجع لاحسن من اول. وتتمنى ايه لنفسك؟ اتمنى كل خير لنفسي برضه، والشغل يرجع تاني زي الاول وكده، والدنيا تبقى احسن من اول يعني. يلا كل سنه وانت طيب يا باشا. كل سنه وانت طيب. انت طيب. هتعمل ايه في العيد النهارده؟ اهو زي ما انت شايف. طب ايه الفرق بين عيد النهارده وعيد السنه اللي فاتت؟ لا طبعا العيد اللي فات برضو ما كنا لسه كان بعد الثوره برضو يعني، يعني الحال من بعضه ما زال زي ما انت شايف كده برضو. طب ما هو اللي بيقول لك العيد السنه دي يعني ان في رئيس منتخب واختاروا الشعب، فانت مش ملاحظ في فرق مثلا او حاسس بامل بفرق؟ اكيد طبعا ان شاء الله يكون في كل خير لمصر ان شاء الله في الايام اللي جايه. طب انت بتاخد عيديه ولا بتوزع؟ لا بنوزع. بتوزع؟ اه. طب ايه الفرق بين عيديه دلوقتي وعيديه زمان؟ طبعا الاول كانت حاجه بتبقى بسيطه وبتبقى كان في بركه وكده، ودلوقتي طبعا ما بقتش الحاجه دي موجوده. طب دلوقتي مهما يكون كتير برضه قليل. طب بتتمنى ايه لنفسك؟ اتمنى كل خير برضه لنفسي، وطبعا البلد قبل كل حاجه يعني، طالما البلد كويسه هنبقى احنا كويسين. طب تتمنى ايه بقى لمصر بجد؟ ما كل خير لكل المجالات مش السياحه بس، لكل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب.